الوطن عالجنا. مساحة التحرير منتظركم بعد الحرب. التحرير منتظركم بعد الحرب. مساحة التحرير منتظركم ولا الحرب. مساحة التحرير منتظركم ولا الحرب. مساحة التحرير منتظركم إن شاء الله ورا الحرب. منتظركم التحرير ورا الحرب. مساحة التحرير منتظركم ورا الحرب. اصبر يا وطن ذيابك هواي الخمصر اللي ينقطع منه تخضر جفوف. مساحة التحرير منتظركم بعد الحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بعد تتر البداية هو لقضية ثورة تشرين. المتظاهرين بمساحة التحرير يوجهون نداء إلى الشعب العراقي ويقولوا لهم احنا منتظريكم بعد الحظر وأنهم مستمرين ومناسين الثورة ويأكدون على بقائهم على ما هم عليه واللي قالوا قبل ما ينتشر وباء كورونا بالعراق. الله يبعد شره عنا وعنكم إن شاء الله. بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج أرقام البرنامج ظهر أسفل الشاشة يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام ويبدينا رأيه بالبرنامج ويبدينا رأيه بالموضوع اللي احنا دا نتكلم به. وأي شخص ما يقدر يتصل عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. هذا الرقم مخصص فقط للرسائل. أعتذر شديد الاعتذار. الرقم اللي ظاهر أسفل الشاشة حاليا فقط للرسائل. ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. أي شخص ما يقدر يتصل يقدر يكتب لنا رسالة أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها في نهاية البرنامج ونبين للناس رأيكم. موضوع اليوم أكو قنوات واللي هي تابعة إلى الحكومة أو هم ذيول إلى الحكومة أو للأحزاب قامت تروج الدعايات. هاي الدعايات تقول إنه المحصول المحلي من المنتجات الزراعية من الخضروات لا يكفي السوق علما توجد وفرة. كل هذا حتى يوفرون ضغط لفتح الحدود بشكل رسمي ومنها راح تصير شغلتين. أولا ضرب المنتج المحلي، ثانيا دخول البضائع من دول الجوار تحديدا إيران اللي بيها وباء كورونا واللي هي سبب انتشار أو بؤرة انتشار الوباء بالشرق الأوسط إلى العراق. السؤال هنا أكو وفرة بالمحاصيل، ليش دا تروج هاي القنوات، ليش دا تروج هاي الوكالات إنه ما عندنا وفرة بالمحصول الزراعي. أكو تقارير تشير أنه بثمانية كانون الثاني 2020 لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أعلنت عن وجود فائض بالمحاصيل الزراعية وهناك توجه لتصدير إلى الخارج. ورئيس اللجنة سلام الشمر يقول أن الخطط الزراعية والإروائية الناجحة خلال الفترة الماضية أسفرت عن إنتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة. وما ذكر هو نوع المحاصيل لكن أوضح أنه زيادة كمية المياه وخطط الاستطلاع الناجحة أدت إلى زيادة بكميات الأراضي المستزرعة بمحاصيل زراعية مختلفة. هذا أدى إلى إنتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد على المنتج المستورد خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد أنه إنهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضروات والفواكه سيوفر مورد مهم للفلاح وسيسهم في زيادة عملية التصدير اللي راح تكون مورد إضافي جديد ومهم للموازنة العامة للدولة. هذا فيديو هذا خبر قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري يوم 8/1/2020. أكو خبر لاخ 16 آذار 2020 وزارة الزراعة تقول أنه ماكو أي شحة بالمحاصيل الزراعية ودعت الجهات ذات العلاقة إلى تجديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية. وقالت الوزارة أنه ماكو أي قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل وأشارت أنه ماكو أي شحة بالمحاصيل الزراعية ودعت الجهات ذات العلاقة إلى تجديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية مجددة مطالباتها للأجهزة الأمنية باستثناء نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات وطالبة الفلاحين
بضخ بيض المائدة والأسماك أيضا إلى الأسواق. إذن عندنا لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أكدت وفرة بالمحاصيل، ووزارة الزراعة ب 16 آذار 2020 أكدت أنه ماكو أي صحة لأي خبر يقول عندنا قلة بالمحاصيل الزراعية. إذن اللي دي يروج أنه أكو شحة بالمحاصيل الزراعية ولازم نفتح الحدود، على أي أساس مستند؟ أول اتصال بالحلقة أم محمد من بغداد، حياك الله يا أم محمد. مرحبا أين، شلونك؟ هلا وبيك أهلا. أنا عدة مرات هددوني. نعم. وهددوني هم مو سرايا السلام أول شيء، هم جيش المهدي سرايا السلام، بس أبيهم عيب تهددوا المرأة. نعم. عيب تهددوا المرأة، هي مرأة لا حول ولا قوة يعني. يعني يهددوها بمناسبتين، وهو من ناس يغرد راجعات البطاط راجعات البطاط، مو عيب بطاطي مكافئات مكافي. يعني ابوه الله يرحمه، الله يرحمه على ربعه، ابوه قصاد يا ليش يكتلون بالنسوان ويكتلون بالسلم، واقول لك في واحد السجناء ما يطلعون يعني الميليشيات باطتها الايراني وقال يعذبون بالنسوان والسلم ويدبوهم بالسق، اللي يموت يدبوه بالسق، صدقني واعتقدني. والوزاره مليانة، السابق الثامن والخامس مليانة إيرانيين. أي وزارة؟ الوزارة مال بغداد مليانة إيرانيين. أمانة العاصمة يعني قصدك لو رئاسة الوزراء؟ نعم. لا رئاسة الوزراء مليانة إيرانيين. زين. نعم. حتى بن مصعد بها إيراني. زين. يعني دا يعذبون بالنتوان والزلم، أنا جوارينا صفنا والله العظيم. أقول لك يعني حكي ما ينحكي، يعني كلها إيرانيين، يعني شو أقول لك يعني حتى بعربهم يتعدون زين وما يطلعون. خلي أقول لك إياها، يا هاي الخبرك برهم صالح سمعوا بحلبوسة ثلاث برنامج سمعوا، العفو العفو عفو ماكو إلا من خامنئي العفو. خلي أقول لك إياها أنا مرة، العفو من خامنئي يا الله يطلع العفو زين. خلي أقول لك إياها زين، العفو نهائيا يعني خلي لي تعبين ولا أبد ولا يخفرن ولا يسولفن، يعني خاملي يطلع عفو يا الله. المليشيات لازم السجناء كلها زين، لازم السجناء، وإحنا أي بضاعة إيرانية مريتها. نعم. أي بضاعة إيرانية مرتها شنو دا يطبونه؟ على أي أساس يطبونه؟ أساس عاد كاف يعني اللي هنا وبس. يعني شنو أردفتهم يعني شنو؟ يعني طابوا أخذوا العراق 16 سنة خما طابوا كافي وتدرع وشتنع كافي 16 سنة كافي وين صدام؟ وين خليجي صدام على وجه سقط طيران؟ وين صدام يحكون على صدام؟ ألف رحمة على روح صدام، ما سوى هيتي، ما سوى من المناشدة العراقية هيتي، ما سوى هيتي ينشرون على اليوتيوب وستووا بينه حال الظلم حالنا ليش على ياسر الحلبوسي يعطي للنايبات يعطيهن مال شتمه مال عيد المراه يعطيهن هدايات اكراميات فلوس، ليش ما يعطي للارملات؟ ليش ما يعطي للمطلقات؟ ليش ما يبني بها مستشفيات سجالا؟ ها؟ ليش؟ ليش على ياسر؟ وهذني خلي كل اللي ياهن يعني لا يتوقع ان يطلعون براءه. كل الحكم بيد خامنئي، وهذا الاجه هذا ابو سعد الشيبه ما اعرفه اني. المهم الاجا هذا عشان ينتخبه هو راح ينتخبون، بس احنا ما مواطنين حاليا، احنا نهائيا ما مواطنين، احنا نريد دوله رئاسيه، احنا نريد دوله رئاسيه بعد خلاص اللي هنا وبس، دوله رئاسيه نريد عمي، ما نريد لا برلمان ولا ابد، كم واحد معدودين خلاص كلش هناك لنا مو ندى هاي لا انا لاوي تقول القاسم بالتعتري ها انا ابني خطاط وقوة جابوا لي يا المستاتر خطاط رمشة عين ابني راح من عندي زين وجابوا لي المستاتر يعطيهم العافية والصحة كافة عاد اللي هنا وبس كافة عاد يطفون الكهرباء ويقتلون هسه المدير هسه راحت الجلسية هسه يطف الكهرباء مني ثانية ها ويقتلون خلاص والله عيب عيب يمدون ايدهم على مرض كل ذنبهم عباس هاي كل ذنبها يكتلوها ليش يا طلعت على الحق احنا ما نريدهم
مثل ما امريكا جابتهم امريكا تطلعهم. امريكا خلص خلص رحت البوش زين مو عندهم حتى نووي لا يروح عليهم ترامب خليه يروح ترامب عليهم. ها ليش تجوع علينا 2003 ليش؟ ليش تجوع علينا من 2003 ليش؟ ها نووي نووي حتى ايران مو عندها نووي يلا خلي يروحون خلي يروحون على على ايران يلا خلي يروح ترامب خلي يروح ترامب بوش مثل ما جابهم ايران ترامب يطلعهم خلي ترامب يطلعهم. طيب ها هي خلاص خلي ياخذونا ياخذونا احنا وسوريا ولبنان احنا ثلاثتنا مقررين زين كافي من يفتح احداث كافي كافي اللي هنا وبس كافي احنا حياتنا مهدده هناك فتلان فلتريا من 2003 يعذبون بالنسوان والرجال بالسنه والشعب احنا هاي نعرفها صدقني السنه والشعب يعرفوها بس احنا ساكتين نشوف الى متى توصل الى متى هذا المتى احنا ترى مستمره والنظام كله يسقط احنا ما نريد هذا النظام الفاسد هذا النظام الفاسد ما نريده نهائيا ما نريده زين نعم. او هذا الاجى طلع كم واحد براءه هذول السجناء بس ما طلع المعتقلين المؤبدين ما طلعهم. طيب هو هذا الاجى حرس الثوري هو هذا الاجى. طيب كانهم عمي انا في الكياغه انا مره وقتهم صح ما اعرف اقرا واكتب بس عندي خبره انا كنت ادللهم عيني طلعوا كم واحد سدوا حالكم ها يا لا بيد الحد وسي ولا بيد برهم صالح هذول كلهم سمحوا. طيب السجناء كلها بيد الايرانيين نسوان وزلم تليفون الصحصر ينباع ب 3 ملايين هناك. طيب نسوان وزلم يتعذبون بين الايرانيين صدقني بعد صدقني واعتقدني. طيب وكافي عاد احنا نريد اصحاب النظام. شكرا 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 لك ام محمد واعتذر بس حتى افسح المجال للمتصلين البقيه. ايمان من بغداد حياك الله. ايمان من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. هلا السلام والرحمه والكرام. الله يسلمك رحم الله والدك. اذا امكن نصيل التلفزيون وسمعيني من التليفون احسن. والله التلفزيون نصي ما عند التلفزيون انا هسه بغير مكان قاعد احكي وياك. نعم عمي احنا ملينا وجزعنا من هاي الوضعيه. نعم تعبانه احنا ناس تعبانين ملينا جزعنا يعني احنا فوق المرض وفوق الضيم مالتنا قاعد يجيبون علينا ضيم فوق هذا الضيم يعني احنا ولدنا راحوا بالمظاهرات بساحة التحرير يعني هاني اخوك راحوا بالمظاهرات بساحة التحرير وسكتنا وخلينا عملنا طلة ودقينا ولطمنا وبجينا وما فات احنا ناس تعبانين احنا العراقيين تعبنان لاقول لك انا قاعده بغداد ايجار بيتنا وتعبانين وراح الوالي مالتنا ضلينا احنا ما حد لنا تعبنا بحياتنا يعني احنا العراقيين الى متى نضل هيك بهالوضعيه هاي يعني كل واحد يقص من عندنا لحمه يعني تعبنا ماكو بس كافي يعني الحكومه خلي تحس بينا خلي يحسون بالوضعية مالتنا خلي يحسون بتعبنا خلي يحسون بضيمنا وفوق الضيم منعونا من زيارات الأئمة يعني الأئمة يعني شنو السبب منعونا من الزيارات يعني هم يخافون على الشعب على من يجون الإيرانيين ويطبون بالسيارات على كربلاء وإحنا الشعب العراقي محروم من الزيارة يعني سدوا الكاظم علينا بهاي الزيارة ما خلونا نزور قلنا والله كورونا ما يعني كورونا ما يعني ما خلونا يعني منعوا الزيارة عنا يعني وخلونا محبوسين هسه لا نقدر نزور مثل العالم لا نقدر نروح لأهل البيت وشنو الإيرانيين يطبون بلدنا ويزورون وإحنا ممنوعين لازم هم ما يحضروا التجوال كل الناس ما تطلع كل الناس قاعدة في بيوتها. احنا تعبنا ومولينا يعني ابسط الحقوق ما قاعد تصلنا انا اقول لك ميته من الجوع قاعده اجار ما عندي اربع جهات يعني عيشة اقوت يوم ما عندي اروح اجيب يعني من الناس توزع سلات غذائيه اروح اجيب من الناس ما عندها اجاري 500 الله وكيلك لما من العالم حتى هذا الشهر يعني قلت له ما عندي طيب طيب وصل صوتك أخت إيمان وأشكرك وأعتذر منك أيضا لكن أريد أفسح المجال إلى باقي المتصلين. أم كرار من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
اخوي انا طالب بالعفو مال المساجين. العفو يعني العام. انا نعم. عندي انا موضوع اليوم عن المساجين. نعم. عن المتغني. انا اطالب بالعفو والله. نعم. تحت ترى يعني انا طالب بالحكومه لان احنا تعبنا شنو ذنب هم المساجين؟ يعني يخافون علينا؟ يعني هم يخافون علينا ما يخافون على المساجين، المساجين يعني شنو مو بشر؟ المساجين مجرمين؟ لا المساجين مو مجرمين، المجرمين تلقاهم حشاك وحاشا كل من يسمعني الدين تلقاهم المجرمين بالشوارع داعشين والمعتم الابرياء بالسجن، احنا دا نواجه ودا نشوف وانا ما طالب بس بابويا اطالب بجميع المساجين. نعم نعم يعني مو احشي عن واحد، احشي عن الكل انا. نعم واضح. اي صعب والله تعبنا ترى ما يصير خطيهم وشنو ذنبهم؟ لا. يعني يخافون علي يعني يخافون علينا احنا نموت خلونا نموت احنا لان احنا اصلا من نشوفه نموت الف موته. لا. يعني ما يصير هيك اخويا والله ما يصير. نعم. انا اطالب بالحكومه. نعم. يعني شنو ذنبهم هم؟ نعم نعم. بالعفو العام كفو عاد والله تعبنا هم شنو ذنبهم؟ لا اكل لا يعني ضيم احنا نواجههم ونشوفهم شنو يعني وضعهم وضعهم شيء تعبان امراض وهاي يعني ما يصير هيك. نعم صحيح صحيح شكرا شكرا لك مكرر. وموضوع المعتقلين هو موضوع يعني بالعراق عويص جدا والأهالي المعتقلين كلهم يطالبون بالعفو العام لأنه أوضاع السجون مزرية وأيضا يعني لجان حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تقول منعتنا إدارات السجون من حضور أو من دخول السجون العراقية للاطلاع على الأوضاع داخل السجون العراقية والاطلاع على الوضع الصحي للمعتقلين وهذا ينبئ بكارثة. أنا أريد أسأل لجنة حقوق الإنسان وأوجه السؤال إلها يعني وش تنتظرون مثلا إذا هو ينذر بكارثة؟ عندنا رسالة أيضا وردتنا من أحد أهالي المعتقلين تقول السلام عليكم وزير العدل يقول لمساعدة السجناء والاهتمام بهم نسمح بالاتصال على التليفون وتحويل مبالغ مالية على شركة الطيف. الاتصال لم يتم من النزيل بل يقوموا بالاتصال هم يقولون نحن سجن الناصرية ابنكم زين ويسلم عليكم. هذا يزيد من قلق عائلة السجين بدلا من اطمئنانهم. نطالب الجهات المسؤولة بتأمين الاتصال للسجين مباشرة مع عائلته. ومذيل الرسالة بهاشتاغ الحرية لسجناء العراق. أيضا أكو صورة يعني بالإضافة إلى ما يحصل أكو كورونا وأكو وباء وأكو ناس تقول المحاصيل الزراعية ما تكفي ولازم نفتح الحدود ولازم نسوي أكو كتاب مروس الكتاب فوق إلى مكتب المنتجات النفطية بالمثنى احتياج مواد لمواجهة فيروس كورونا بإدارة صحة المثنى. الكتاب ظهر على الشاشة الآن بتاريخ 2/4/2020 رقم 1447. طبعا هم كاتبين فوق حب العراق يجمعنا لأن هويتنا. الكتاب يقول بالنظر لما تمر به محافظتنا من ما أعرف شنو من فيروس كورونا وإصابات نرجو التفضل بالموافقة على دعم دائرتنا بشراء المواد وحسب الكميات أدناه خدمة للصالح العام. أولا كمامات نوع N95 بسعر 22,000 دينار عراقي يعني الكمامة الوحدة بعدهم ما بايعيها للمواطن مستورديها ب $18 الوحدة المجموع 5,000 السعر الكلي 99 مليون دينار. بدلات وقاية بيضاء 45,000 دينار للبدلة الوحدة 1,000 بدلة 45 مليون دينار علما انه سعر البدلة 3,000 دينار عراقي. وكمامات عادية سعريها ب 35,000 دينار المجموع ب 1,545 مليون دينار المجموع الكلي لكل هاي المشتريات 200 مليون دينار يعني 167,522 دولار علما انه الكمامة ان 95 عالميا دا تنباع للمستهلك ورا الجمرك ورا الاستيراد ورا كل شيء $6 $6 ونص تروح $7 حسب الدولة اقصى حد $8 انت مستوردها للمواطن ب 17-18 دولار عفوا مستوردها للدولة تريد تبيع الهياب بيش. يعني العالم طلعت بثورة تشرين الناس انكتلت شهداء بالآلاف جرحى ومصابين بالآلاف معوقين بالآلاف وتجي أنت تسوي لي هذا الكتاب بيوم 2/4/2020 أريد أفتهم الدولة عون هادس وادي الدكتور المدير العام وكالة مدى تفكر صح مدى تعرف الناس يعني تعبت مدى تعرف الناس أنه طلعت بتظاهرات لأجل هذا الشيء
مدى تعرف الناس انه هذا الكتاب هو اللي خلى الناس تتظاهر؟ لانه هاي الفلوس هي فلوس الشعب العراقي، وهاي الفلوس اللي دا تنباق بهكذا كتاب وبغيره وبغيره وبهوايه كتب، دا تسبب فقر بالعراق، دا تسبب ما عندنا صحه بالعراق، دا تسبب عندنا مشاكل بالعراق. البارحه مستوصف القاسم شفتوه بعيونكم، واليوم اكو فاصل ان شاء الله بالبرنامج، ورا الفاصل راح تشوفون مستشفى ثاني ما شاء الله مستشفيات العراق شلون حال يرفع الراس. ابو عبد الله من لندن حياك الله. ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شكرا جزيلا، تحيه لك ولساده المشاهدين وقناه الرافدين. حياك الله اخي افل. نحن مصيبتنا في العراق، مشكلتنا الحكومات المتعاقبه في العراق كلها يعني تعمل لمصلحه ايران، جارسوا ايران، يعني هم الحكومات كلهم نقلوا المليارات مليارات الدولارات الى ايران ومنعوا الشعب العراقي ان يستفيد من ماله العام. يعني نعم، فمصيبتنا هو جارسوا ايران. فعراق دوله غنيه جدا جدا جدا، لو هناك حكومه مركزيه يعمل لمصلحه الشعب العراقي لعراق عاش، يعني اصبح سله غذائيه. فمثلا لو كان وزاره الزراعه، يعني العراق فيها نهرين، بلد النهرين الدجله والفرات، ارض الخصبه، لو يعني اخي حتى السمك قتلوا، حتى الاسماك لم، حتى الثروه السمكيه سمموها. فايش يجيبون؟ يجيبون مواد فاسده من ايران، بيض ومواد ادويه. ابو عبد الله انت المشكله انه الخبر يقول لك انه احنا ما عندنا محاصيل، عندنا شحه بالمحاصيل، يعني المحاصيل الزراعيه او الخضروات ما تكفي الشعب العراقي، بينما لجنه الزراعه والمياه والاهوار البرلمانيه تقول عندنا وفره، وزاره الزراعه تقول عندنا وفره، عندي تقرير جوا ايدي بمنتجات زراعيه عراقيه بها وفره وبها اكتفاء ذاتي. فانت لما ينشرون هذا الخبر يعني شنو المرجو من عنده وليش؟ هو بكل تأكيد المرجو هم عملاء لإيران، يريدوا يروجوا، يجيبوا البضاعة الإيرانية الفاسدة، يسمموا الشعب العراقي. هذه طيب. بكل يعني هذه المصيبة. أنا قصدي يا أخي أفل، يعني إحنا يعني عندما ننظر إلى مثلا واقع سنغافورة، مثلا سنغافورة قبل 40 عام كان مستنقعات وأهوار، يعني وصلت إلى القمة الآن. سنغافورة دولة غنية جدا جدا، لكن العراق فيها خيرات بترول، فيها الثروة يعني الحيوانية والزراعة والنهرين. لو هناك حكومة يعمل لمصلحة الشعب العراقي صدقني العراق يعيش يعني أحلى أحسن دولة. لكن مثل ما قلنا هؤلاء يعني حتى الآن المصيبة الكارثة المعممين هو الآن ما زالوا يضحكوا على المساكين العوام الشعب العراقي، يقولوا لهم تعالوا أنتوا إلى الأطميات، تعالوا هناك فقط، تعال جنب القبر راح تعالج من الكورونا. طيب انت يعني تخيل الى هذا، وصل الى التخلف والضحك على الشعب العراقي. فانا مثل ما قلت يعني همام حموم عندما يضحك على العوام العراقيين يقول الحريه الذي انتم فيها، يعني اي حريه الذي انتم فيها؟ ايش يعني خليتوا الشعب العراقي يعني يعيش حاله تعيسه، وبعدين ما زلت تضحكوا على العوام بس يطلعوهم على الاطميات وقيمه وريسة؟ شو هذا التخلف؟ يعني مرض الكورونا يحتاج طب، يحتاج علاج، يحتاج الى خبرات طيب. علميه، فليش تضحكون على الناس بالمساكين؟ طيب. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ابو ضياء من الموصل حياك الله. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي العزيز يعني اريد اختصرها من الاخير، يعني ما اقول لك يعني شد اشتكي حتى اشتكي من هاي الحكومه، اشتكي على المظاهرات، لو اشتكي على اللي يصير بينا، لو على خليه الازمه، لو على يعني اللي دا يصير بينا حاليا. بس اختصر لك اياها من الاخير حتى لا اطول ولا اعرض بالموضوع معك. نعم. الموضوع اللي هسه اللي قاهرنا كنا احنا الشعب العراقي والمظلومين به، انه موضوع العفو الخاص. زين اريد اعرف هذا العفو الخاص يشمل منه؟ يشمل اللي قتل المظاهر؟ لو يشمل ابو المخدرات؟ لو يشمل ابو الارهاب؟ لو يشمل اللي هي كلها هسه احنا اللي خاصه السنه اكثرها اللي السنه اللي شاملينهم بهذا العفو العام اللي هم مسمومين به ما سووه ولا طبقوه، كليته اللي داعسينها ابو المخبر السري وابو الاربع ارهاب. نعم. مسوينها عليهم اربع ارهاب. زين هذا اريد اعرف العفو الخاص اللي سووه لمنه؟ ايش ينتظرون اللي هسه لحد الان السجون انكرست كلها بهذا المرض الكورونا؟ زين
شنو ينتظرون بعد؟ الا يصير بيهم كلهم كورونا حتى يطلعونهم واحد واحد يعدمونهم بالباب؟ هذا يتهم الحكومه العراقيه. اذا اوجه كلامي لهم اللي ينتظرونه من الكورونا يطبق هي للسجون، اللي ينتظرونه بعد شنو يعني؟ ما حتى يقولون ما نقدر نطلعهم بهم امراض وبهم كذا وبهم كذا، خلي يقتلوهم بعد بالسجون ونرتاح حتى ما نظل قالقين بالنا ولا اتصال ولا مواجهه ولا كل شيء. طيب زين، يعني انا هسه انا اخويا موجود بالثمانيه بسجن سوسه، احمد المهندس اللي لحد الان ما اعرف كل الاخبار عنه، كل الاخبار عنه ما نعرف. نعم. زين لو لا. نعم. بالاسبوع مره يجينا التليفون خمس دقائق، يعني الو ما نلحق نقول له الو شنو؟ هسه انا ماكو. يا بلية جانا اتصال والله هي حاجرينا ما نقدر. شو ينتظرون بعد؟ نعم. شنو اللي ينتظرونه بعد هاي الحكومه اللي شو تريد يعني بعد من ادنى اكثر من هذا اللي قاعد يصير فينا؟ جوع قلنا الحمد لله ما يخالف. الله اللي يعيش، اذا نحط اسانيدنا على الحكومه راح نموت. لا نقدر نطلع مظاهره، لا نقدر، لا يقدر يساعدونا، لا يعني متنا. متنا الله اكبر، يعني ماكو انسان عنده ضمير، ماكو بشر عنده ضمير. يا ابو السجناء على عيني وراسي، خلوا يموتون موت جماعي مع السلامه قلنا نخالف. طيب. هسه على الاقل انطوهم شرط، انطوهم يعني من هاي العفو اللي جاي يصدرونه، انطوهم شروط قبل الارهاب اللي مطلق خيبه بالدماء مع السلامه. ما رجع يطلع، بس راح تظلم الناس، هاي راح تظلم اللي مخبر سري واللي عليه، اللي ناس تطلب ناس عداوه، اللي راحت هاي وين؟ نتابع منه نقول لمنه؟ اول ما نجي عليه قضيه ارهاب اتجه على المحامي من الباب يطلع، يلا ارهاب عمي الله الله اكبر. يعني هسه كنا صرنا ارهاب؟ نعم. كنا صرنا ارهاب وهم صاروا الحكومه؟ نعم. شكرا 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 لك ابو ضياء. برنامج صوتكم متواصل وياكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم. شوف الطرقاعه هي كارونا غير جت من الحيوانات هاي، شوفوها عقروب مستشفى المشرح والطوارئ الوضع كلش تعبان، بس تحاكي من سولف المن بين 15 ل 20 اللي شاء الله يروحي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. شفت البارحة مستوصف القاسم شنو حاله؟ هاي مستشفى بالطوارئ مستشفيات العراق والوضع الصحي. بس السؤال اللي يتوجه، وزير الصحة وين؟ مفتشين وزارة الصحة وين؟ وين خاتلين؟ عندنا اتصال من تكريت. أم أحمد حياك الله. أي وياك. هلا بيك أمه، تفضلي. أنا يعني زوجي بمسجون في سوسة. نعم. انحكم هو صار 5 سنين من مسجون. نعم. ورد حكمه 20 سنة بتهمة داعش، هو ما عنده 1% من عن جرس تعديل. قال اني هيك وهيك،
هو ما عنده، وهاي صار أربع أرهاب وما حد يقدر يحكي بعد. نعم. وهسه ينطونهم مخابرات كل أسبوع مرة. أختي أنت تقولين هو بس أم أحمد سؤال، أنت تقولين هو مسجون 10 سنوات صار له يعني من 2010 يعني قبل أحداث داعش، شلون الحكم بأحداث داعش؟ لا خمس لا لا خمس سنوات. آه نعم 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 تفضلي. إيه خمس سنوات محكوم كان مسجون ونحكم هلا صار تقريبا أربع أشهر من الحكم. نعم. كان مسجون هيك بدون لا حكم ولا شيء كان خمس سنوات. نعم. نعم. وهسه بسجون سوسه وبيهم امراض ما هاي صار بيهم مال كورونا يقول ياخذون من يمهم ياخذون من عندهم مدونه يروحون بيهم. نعم. هم صار بيهم امراض وما حد يداعي باربع ارهاب. ما حد يداعي بيهم، احنا طالب بالعفو العام. نعم. اكو ظلم اكو ظلم اكو ظلم. تمام. كمان اراك كله اربع ارهاب ما يصير هيك. نعم نعم. نساء نساء داحت الأطفال داحت نساء تأمرت ما يصير نسوان قامت الله وكيلك تقلق رئزين وتروح شوف حالة من الجوع والضيب. شكرا شكرا لك ام احمد. والله يفرج عن المعتقلين والمعتقلات من السجون العراقية خصوصا الابرياء ولهم اغلبهم ابرياء. سعد من الكويت حياك الله. سعد انقطع. بالنسبة إلى المحاصيل الزراعية اللي هو كان موضوع حلقتنا بس، لكن هموم الناس كثيرة وخصوصا المعتقلين اللي يطالبون بالعفو العام وأكو عفو خاص. لحد الآن الناس ماذا تعرف العفو هذا عن منو، فدي يروحون إلى هذا الجانب وما نقدر نقولهم موضوعنا عن الزراعة وعن الفساد وعن هاي. الله يعين الناس. يعني عندي تقرير يقول أنه بالعامين الماضيين أكو اكتفاء ذاتي من عشرات المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية، وهي خطوات فعلية للتصدير تلك المحاصيل والمنتجات إلى دول الخارج. رجع لنا سعد من الكويت مرة ثانية، حياك الله يا سعد. يا هلا بيك يا أستاذ. أولا من أتلف المحاصيل يا أستاذي ارتكب مخالفات جسيمة بالقانون والدستور وارتكبوا تجاوزات يندى له الجبين، ونتمنى أيضا يا أستاذي الكريم أن يفك قيد المحتجزين والمعتصمين. لا. وأن يعاملوا معاملة حسنة وأن يتم العلاج الذي تعرضوا له يا أستاذي، ومحاسبة من اعتدى عليهم. وكذلك يا أستاذي من أموال الأوادم أيضا يجب محاسبة من البرلمان والحكومة. تحياتي لكل البرنامج أستاذي. حياك الله حياك الله أخ سعد، وشكرا جزيلا لك وإلى كافة مشاهدينا في العراق وفي الدول العربية الشقيقة. المحاصيل الزراعية مثلا حنطة والشعير، وزارة الزراعة أنه جميع الاستعدادات اللازمة لتسويق محصول حنطة انتهت، وسط توقعات أن يغطي إنتاجها اللي يصل إلى 4 مليون طن، أنه هذا العدد أو هاي الكمية راح تكفي حاجة البلاد للعام الحالي. وقالت أنه إنتاج هذا العام سيسد الحاجة المحلية خصوصا بعد أن وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالمحصول 7,200,000 دونم بعد إدخال المناطق الغربية والشمالية ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي. أبو فيصل من بغداد حياك الله. الله يسعدك. هلا بيك. الله يسعدك. شلونك شلون صحتك؟ الحمد لله. سؤال بالنسبة لتقريرك اللي طلع حول المستشفيات نعم وما شفناه الفار وإلى آخره. نعم. هاي الطبقة السياسية اللي جت في حكومة العراق هاي جت لتدمير العراق. نعم. وليس لبناء العراق. هذا جابته مشروع أمريكي وبعدين المشروع الأمريكي تحول مشروع إيراني كله لقطن ضهر العراق. نعم. أما إحنا ذا نريد نبقى أكو فيلسوف رشي يقول الشعوب الحكومة الشعوب اللي تمثلها، يعني أكو حكومات يتمثل الشعوب، ولهذا السبب قلت كل هذا اللي الفوضى واللي ملتهين بالكراسي وعايفين الشعب وبواتي هم وبواتي وأكلوا كل خيراته من 2003 إلى 2020 تريد بهاليوم تعول عليهم إنه يصلحون ويا الشعب. هذول يكيفون وداعتك صدقني يكيفون إنه يموت الشعب ويروح ويكون بس هم وعوائلهم وما يديرون بال أي أحد.
هم مشروع مدمر، ولهذا عتبنا يبقى على الشعب العراقي اذا ما حررنا كتبنا الطبقه السياسيه ترى لا بديل، لا بديل احتكاك بكل صراحه. لا بديل لو مهما من يجي، الا انه انا اقول لك ربي انه امريكا تعيد النظر بالعراق، يا الله ذاك الوقت تفتح لنا افاق انه احنا بالنسبه لا حول ولا قوه. هم احتلونا، هم سلمونا، هم سلمونا الى ايران، ايران ذبحت البلد وهذا اللي هسه كله الموجود. فانا اشكر قناتكم الفضائيه. شكرا شكرا جزيلا لك، في امان الله. بالنسبه الى التقرير ارجع اكمله حتى اتحول الى رسائل واتساب. هاي ما يخص الحنطة والشعير، اضافوا المنتجات الصناعيه للسمنت اكو اكتفاء ذاتي، واكو وزاره الصناعه صدرت قرار بمنع استيراد هاي الماده عام 2016. ايضا النفط جميع مشتقاته عدا ماده البنزين مو موضوعنا. اما المحاصيل الزراعيه عدا الحنطة والشعير، عندك اكتفاء العراق من المحاصيل التاليه: السمك، البرتقال، الخضروات، بيض المائده، الذره الصفراء، الطماطم، الثوم، البصل. وهم دا يروجون انه عندنا نقص بالخضروات او في محاصيل الزراعيه من ماده الخضروات. فاكو بمجلس النواب بايار مايو عام 2019، يعني العام بالسنه اللي مضت، اكو قرار لحمايه المنتج الوطني. فاذا هنا اكو مخالفه دستوريه ومخالفه لقرار صادر عن البرلمان العراقي ومخالفه للاعراف الدوليه والاعراف الانسانيه ولكل شيء، واكو تدمير للمنتج المحلي وتدمير للزراعه العراقيه وتدمير لشيء العراق فقده، يجب على الحكومه انه تباوع عليه وتهتم به، لانه هوايه من الاراضي العراقيه الزراعيه غير مستصلحه اليوم. اما بما يخص رسائل الواتساب، اول رساله عندي تقول: عندي اخ مسجون بسجن التاجي، نطالب بالعفو العام، ارجو ان تعرض رسالتي، نطالب بالعفو عن سجناء التاجي، عندي سجين محكوم 15 سنه ظلم، والله عظيم مسجون ظلم، وشكرا جزيلا لقناتكم. رساله اخرى: هلا استاذ، احنا ابننا اعتقلوه من الشهر العاشر بسبب مخبر سري، وطلبوا 5 دفاتر واحنا ما عندنا هيك مبلغ، ونحكم 20 سنة مدة 3 شهور. بنطالب الحكومة العراقية بإفراج المساجين المظلومين. رسالة أخرى: السلام عليكم، تحياتي إلى ثوار العراق في كل مكان من العراق. كما قلتم ستعودون بعد حظر التجوال، ونحن ننتظر نصركم المؤكد بعون الله. ثانيا: محصول العراق يكفي العراق، لكن الله لعن الله الحكومة الفاسدة. نوار من هولندا. احترامي لقناة الرافدين العظيمة، بس أقول وين الحكومة، وين مقتدى؟ خلي يشوفون المواطن، خلي ينطون تمويل أو فد مبلغ المال للمواطنين، وين ضامين نفسهم؟ وشكرا فاتن من ألمانيا. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم ولجميع قناة الرافدين. أستاذ، إيران وأمريكا متفقتان على تدمير منطقة الخليج العربي وخاصة العراق، جمجمة العرب. إيران مسيطرة على 4 عواصم عربية، والعراق إدارة إيرانية بحتة. قاتلت سوريا بميليشيات عراقية وأموال عراقية، واليمن أيضا بنفس المنهج، لن يشارك أي فارسي من إيران، اكتفت بالمرتزقة من عملائهم بالدول العربية، أموال وبشر لمقاتلة إخوانهم في سوريا والعراق واليمن والجامعة العربية. لازم الصمت أمام كل هذا الظلم. لكم الله يا عرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، زهراء من العمارة. إيش نترجى من هاي الحكومة الفاسدة اللي دمرت الشعب العراقي ودمرت كل ثرواته الاقتصادية والزراعية وكل شيء بالعراق؟ كلنا قلنا غلقوا الحدود حتى ما يجي الفيروس، ما غلقوها، قلنا أفرجوا عن السجناء جميعا، غلسوا وما فرجوا عليهم بعد. إيش نترجى منها؟ الله ينتقم منهم بحق محمد وآل محمد، وشكرا لكم. السلام عليكم، أنا من الموصل. المنحة عن طريق الوكلاء، اللي عنده معتقل ما ينطوا منحة، يعني العائلة كلها ما تستلم، والسبب الوكلاء من البطاقة التموينية هم اللي قشمرون على العالم بهيج سوالف. وشكرا. رسالة أخرى: حبيت أشارك بفقرة خليك بالبيت، وأتمنى أن تعرضون على قناتكم الكريمة أخوكم الشاعر غزوان الدليمة قصيدة دعم البقاء بالمنزل. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، أحيي قناتكم الشريفة العراقية الوطنية الأصيلة. ليش الحكومة ما تسد الحدود ويا إيران؟ الخضروات والفواكه من إيران، وهو كورونا ينتقل عن طريق اللمس. أخوكم أم سجاد من واسط.
رسالة أخرى، أنا أم حيدر من البصرة وأطالب الحكومة بالعفو العام والإفراج عن زوجي. يا ناس يا عالم، والله أنا وجهالي ما حد إلنا، طلعوا المساجين وفرحوا الأمهات والأطفال، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مرحبا أستاذ، أنا بنت الموصل، إحنا أهالي المعتقلين أهالي السجناء نطالب بالعفو العام ونطالب باسم الشعب باسم الإنسانية باسم دموع الأمهات بالعفو العام والعفو الخاص، مرفوض مرفوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم لأن توصلون رسالتي. أنا أم كيان أم من بغداد من النهروان، عندي 7 أطفال، زوجي بسجن البصرة وعنده تنازل وما شمل العفو، نطالب بالعفو العام وإطلاق سراح السجناء الأبرياء. مرحبا أستاذي الفاضل، إيران في مرحلة الموت السريري وإن شاء الله تتحطم كل مفاصلها بعد أن صح الشعب من غفوته ووضحت الصورة له بأن إيران هي المحتلة لبلادهم، هي من دمرت بلادهم، وإن شاء الله انتفاضة الأبطال مستمرة لتغير النظام، وهي ظروف صعبة عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى ناصرهم. تحياتي لحضرتك، آني نور من بغداد. إحنا صار لنا 5 أشهر ما نعرف عنا أي شيء، والله العظيم ورب العرش الأمهات راح تموت على ولدهن، يعني هم يردون يموتوهم غير نعرف شنو مصيرهم. رسالة أخرى، السلام عليكم، تحياتي لكم من الديوانية، يا ريت بصوتكم الكريم تحجون بالعفو العام وأملنا بيكم كبير، خلي مرة واحدة يفرحون الناس يا ريت. رسالة أخرى، الله يحفظكم يا أسد، والله اسمع أخوتي نجدون الحكومة العراقية على مود السجناء، يا حكومة يناجدونا، احنا ما عندنا حكومة من 2003، حكومتنا خمينية. أني أبو زكريا حياك الله عمي، أتمنى قراءة رسالتي، نطالب بالعفو العام والإفراج عن السجناء، إذا أكو إحساس أعطوا عفو عام ونرفض اقتراح برهم صالح من قال عفو خاص، يعني ماكو ناس مظلومة، 97% مظلومين، إذا أكو ذرة إحساس أعطوا عفو خاص، يعني لو أنطيتوا عفو عام مش راح تخسرون، ونطالب محمد حلبوسي بالعفو العام وشكرا لكم. هذه العصابات المتسلطة على الشعب العراقي لا تبقى لحظة واحدة إذا لم تنفذ رغبات إيران في جميع المجالات ولو على حساب دماء الشعب، فلا غرابة إذا فتحت الحدود من أجل السيرات كل فساد إيراني. سعد من السعودية. أبو كرار من البصرة، أستاذ تحية لك ولقناتكم الشريفة. أخي أني من سكنة قضاء شط العرب، أقسم أقسم اليوم دخلت 6 سيارات نوع كوستر تحمل زوار إيرانيين مروا علينا، أين العيداني؟ أنت فارض تجوال بس علينا. السلام عليكم، 3 بالعراق تابعين الإيران، هادي العامري وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي، هم ذلوا العراقيين، إيش وقت يكفون شرهم. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نور من بغداد، أريد أسأل الحكومة العراقية متى تقرر العفو عن المعتقلين والمساجين؟ الحكومة العراقية تأخذ قرارات من إيران وأمريكا، يعني الظرف ما يعرف يطعفه. السلام عليكم، أنا محمد من السماوة، هذا الرقم تليفون الأثير على شاشتكم ويقول غير داخل في الخدمة، ما السبب؟ وشكرا للأستاذ الفاضل. أتوقع أخي العزيز هي سبب الاتصالات بالعراق، لأنه الإنترنت والاتصالات بالعراق سيء جدا وأغلب الاتصالات تجينا على هذا الرقم. السلام عليكم، أنا أبو عمار من الأنبار، نشكر قناتكم الشريفة لمتابعة المعتقلين خصوصا معتقلي الرزازة، لأن بس أنتم توصلون صوتنا وبارك الله بكم، هذا واجبنا أخي العزيز. أولا نعزيكم ونعزي أحرار ذي قار وأحرار العراق باستشهاد الحرة سيدة الفاضلة أنوار جاسم مهوس أم عباس. ثانيا نقول لأهلنا في العراق الحبيب الذين يطالبون العصابة المارقة بإطلاق سراح أبنائهم الأسرى والسجناء، ثوروا ثورة أجدادكم الأوائل في معركة ذي قار وفي ثورة 20 وحرروهم بأيديكم واسحلوا نور المالكي سحلا، أخوكم أبو نورة. مساء الخير أخي أفل، يرحم والديك، ليش هيك الفقر للعراقيين يركضون ورا على اللقمة؟ ليش بلدنا مو هو أرض السواد من النفط والثروة الزراعية والحيوانية؟ بس أريد أعرف وين دا تروح فلوس الأئمة النذور اللي واحدها تكفي أن يزدهر بلدنا ويسد حاجتنا. أم سيف من الدورة، سلام عليكم، وياك زهراء من الناصرية، أخويا نطالب بالعفو العام، أنا أخويا مسجون بسجن الصالحية ورجاء تنطون عفو عام رجاء لأن كلش تعبنا. سلام عليكم، أخويا انطوا عفو عام، نطوا عفو خاص عفوا، أشو لحد هسه ما حد طلع، إذا عندك معلومة شو وقت يطلعون ويقولون يأخذون غرامة صحيح؟ لا لا نتأكد من المعلومة وإن شاء الله نجاوبك. السلام عليكم، نطمن الناس أن السجناء لم يصيبهم كورونا في سجن سوسة أو سجن الحوت، مجرد إشاعات. رسالة أخرى، هذا الاجتماع ويا مدير الصحة ويقولون على أساس سلم مواد،
أرجو الحفظ. تمام. أين أستاذ أفل يا زراعة يا صناعة؟ نتحدث عنها هذه التقارير الكاذبة الملفقة. بعدين مشافي البلد أصبحت مكان لنمو القوارض والحشرات والحيوانات السائبة وغير صالحة لعلاج الإنسان أو أي كائن حي. هو الفقير اللي ماكلها بين هؤلاء الخوانة. رواتب الموظفين ماكو يصرفوا لهم بعد، شنو تترجى من هكذا سلطة؟ تحياتي ندى من الدنمارك. السلام عليكم أستاذ أفل. أسأل سؤال، مواطن بصري يتبرع للحكومة بسيارته وتحويلها إلى سيارة إسعاف بارك الله به، يصرف على الدولة لأن الدولة فقيرة ما عندها فلوس، ملتهين بالمناصب وتاركين الشعب يموت، أهم شيء هم سارقين أموال الشعب. تحياتي لكم وحفظكم الله، ناصرين مظلومين محمد الشمري. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد أمهات السجناء الأبرياء الذين حكم عليهم ظلما تحت التعذيب وبدون شهود أو دليل، وحكم على ولدي بمؤبد ودخل إلى السجن عمره 19 سنة، وابني الأصغر منا شهيد بالحشد الشعبي عمره 18 سنة. أناشدكم باسم الإنسانية نطالب بالعفو العام بدون تنازل، السجناء نطالب بقانون العفو العام. أم حسين من بغداد. السلام عليكم، أنا من الموصل. نطالب بالعفو العام من التعذيب، اعترف على نفسه والله كل شيء ما عنده وقال له أن أحس هذا ما تعترف نجيب أهلك وخواتك وزوجتك ونسوي بيهم ما نسوي إذا ما تعترف والله. والسلام عليكم، هذا ما وصلنا، أتمنى يصل صوتي وصل صوتك أختي العزيزة. نطالب بالعفو العام، سجن العدالة بالكاظمية. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي، أطالب بشمول 4 أرهاب ظلم. أنا أخوكم أم مصطفى، أخي من الأنبار، عندي سجين بسجن الحوت بالتاجي، أطالب عفو عام أم مصطفى، شكرا جزيلا لكم. رسالة أخرى، صورة البنك الفارسي في وسط النجف قرب ساحة ثورة 20 من رائد النجفي. وأيضا رسائل أخرى، عفوا، أيضا بعض الأخوة يتصلون ببرنامج الواتساب، إذا تسمعوني أنا أعتذر ما عندكم شديد الاعتذار، هذا الرقم نوهنا عليه كثيرا أنه مخصص فقط للرسائل، إذا تريد تتصل بينا اكتب لنا أي رسالة وإحنا إن شاء الله نقرأ لك إياها في نهاية البرنامج. أغلب الرسائل اللي وصلتنا اليوم هي بالمطالبة بالعفو العام. السلام عليكم أخوي العزيز، نطالب بالعفو العام، والدي وأخوتي 2 مفقودين من 2014 ولحد هاللحظة ما نعرف مصيرهم ولا سامعين عنهم خبر. والدتي دا تتأزم صحتها يوم بعد يوم، والله أكبر على كل ظالم. أنا بنت الغزالية، حياك الله أختي العزيزة. السلام عليكم، أرجو بالعفو العام عن أخي المسجون ظلم. والسلام عليكم، نرجو منكم أن تصل رسالتنا وتتعاون القوات الأمنية مع الحملات التطوعية، فنحن نعي الخطورة لكن كل ما نريد هو التعاون، أخوكم منتظر من الديوانية. يعني مواطن عراقي ناشد الحكومة والقوات الأمنية أنه يتعاونون وياهم لأنهم مسوين حملات تطوعية لمساعدة الناس ويردون يساعدون الناس، لأن الحكومة ما تساعدهم. يقول احنا كل شيء ما نريد من عندكم، بس نريدكم تساعدونا حتى نوفر هذه الحملات التطوعية. برنامج صوتكم لهذا اليوم انتهى. حلقة اليوم كانت عن المحاصيل الزراعية وعن الأكاذيب حول عدم وجود وفرة في المحاصيل الزراعية من منتج الخضروات، ولكن التقارير الرسمية تقول أكو وفرة بهذه المنتجات. أشكر كل من اتصل بالبرنامج، أشكر كل من أرسل رسالة إلى البرنامج، وأعتذر من كل من أرسل رسالة وما قدرت أقراها. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.